سهل انك تلقى الحل عكس بقية اللاعبين الذين ربما يرون المرمى صغير، هو يرى المرمى اكبر. هذه الموبه، هذه الموبه انه اللاعب هذا في شوفوا في الهدف في مساحه ضيقه راهو باربع او خمسه لاعبين، هذا توضح لنا قيمه اللاعب من الناحيه الفنيه، يلقى الحل بسرعه، ثم مشارك تلقى الحل بسرعه، تنفيذ التنفيذ كان سريع جدا، لان في الهدف من لمسه كل لمسه يراوغ بها مدافع. اذا سواريز ايضا يتصدر الهدافين، سواريز يعود من بعيد، يمدد العقد ويمدد ايضا في تسجيل الاهداف. اشرف شكرا لك يا زميل الاخضر، معنا لويس سواريز نجم او احد نجوم المباراه. لويس مويناس موتشيسماس غراتيس. لويس تهنينا وشكرا على تقبل الدعوه. الفريق كان يحتاج الانتصار هنا في الكامب نو الذي خسرتم على ارضه العديد من النقاط، ولكنكم قدمتم صوره جيده اليوم. نعم بالتاكيد كنا نحتاج ان نعاود هذا الاحساس باننا اقوياء على ارضيه ملعبنا وان نلعب مباراه قوية بالتأكيد. لذلك أعتقد أننا من التأكيد لعبنا بصورة جيدة وانتظرنا اللحظة المناسبة كي نسجل الأهداف. ربما هي أفضل طريقة للاحتفال بتجديد عقد لويس سواريز هدفين. أنا دائما تحت تصرف الفريق عن طريق تسجيل الأهداف أو عن طريق التمريرات الحاسمة كي نحقق الفوز، وعندما يحقق الفريق الفوز يكون دائما هذا شيء رائعا. وأما فيما يخص التجديد صحيح من الممكن أن تشعر بالارتياح بعض الشيء، ولكن طموحي وهدفي هو الاستمرار في تحقيق الانتصار. مباراة قوية أخرى لليو ميسي، أعتقد أنك استمتعت به مثل ما يستمتع الجميع. نعم نحن نستمتع يوما بيوم وفي كل مباراة يلعبها ميسي. لقد قلت له دائما لا يوجد أي جائزة تقابل ما يقوم به، هو أفضل لاعب في العالم. يقال مهما يقال هو أفضل لاعب في العالم، ويجب أن نستمتع عندما نلعب بجواره وعندما نشاهده وهو يلعب، وايضا نستمتع به كزميل. انت صديقه، والجميع يسال هل سيواصل ليو ميسي في فريق برشلونه. انا صديقا له، ولكن لا اعرف ماذا يفكر. بالتاكيد لديه الحريه في التفكير ما يريد، هو زميل لي ويمكن ان اسعده في كل شيء، ولكن هذا قرار يرجع له. هذا صراع من اجل لقب البيتشيتشي. 12 هدفا لسواريز و12 هدف لميسي. من الاهم ان يحقق الفريق ويحصد النقاط ويحقق الفوز ويكون هناك انطباعات جيدة. شكرا جزيلا. عودة إليك زميل أخضر بعد هذا اللقاء.